الله اختفينا لان ايش كان صاير. استنى اورجيكم. استنى استنى يا عيب الشوم يا غيس عم تشلح. ثواني استنى ليكو. شوف 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 شو دار. ثواني الله. كنت عم بضربه. بعمل علاج طبيعي عشان كتفي. كتفي مضروب. بتضرب. عم بتعنف يا جماعه. لحقوني بسرعه. شوفوني لوك اليوم. شوفوا لي غرفة الشوزات بس اللي عندي. هذا من أحلى الشوز عندي. هذا أفضل شوز عندي. ليش؟ لأنه سعره جميل لي. هذا أحلى شيء. شوفوا حتى كيف لونه. هذا كمان أحلى شيء. هذا أرتب شيء عندي. هذا الفايع. هذا للمناسبات. هذا ترافيس سكوت. هذا الحلوين. هذا كمان أحلى شوز عندي. ليش؟ لأن أوكي انسوا راحت. لا سارة جابته. هذا كمان أحلى شوز عندي. كل أحلى شوزات عندي كلهم. هذا رهيب. هذا كريسمس بيسموه رهيب. هذا فايع. شوفي كمان. أوه هدول كولكشن الأوف وايت. بس هون بس. حتى اليوم مرات على المول كمان أخذت شوز. هذا كتير حلو. شوف كيف شكله. سارة يكون تحت كيف. طبعا حتى في شوز كمان اخذته سارة. شوز اخذته سارة حلو. يا معلم شو رايحين بيكنيك؟ شوف هذا 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 كثير حلو. هذا سوزي. ليك والله حلو. واو مبروك. اوكي هاي كرسيتات اشياء. وحتى عندنا اسم الحجامه بس هذا الشيء اللي انا عملته مش حجامه. شيء ثاني يعني ما صار في حفر او دم يطلع برا. لا هاي شيء مشان يرخي العضل. انا كنت لما اوقف ستريت كان كتفي اليمين اعلى من كتفي اليسار. يعني كتفي يعني هيك انا واقف مش هيك. فاضطرينا نعمل هيك ونفك عضل مشان بس يجلس كتفي وقدر وقفت العالم الناس. حتى خصري كمان كان نفس الشيء. فالحمد لله يعني حل الموضوع.